اللي عايزيننا فيه، وبيقول لك قال ايه هياخد عينه ومش هياخد عين. ياما هو ايه ده؟ دي جثه يا خرابي يا ياما، يا حسنك يا ساره، يا ليه يا ليه يا ليه، حسنا الله نعم يا ساره، حسنا الله نعم الوكيل يا خرابي. هتقتلونا؟ تبقى تموتونا؟ تبقى تربطونا؟ هتعملوا فينا ايه؟ ابص لك يا ساره، هو واحد بس اهدي 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 فاهمك. ده فوزي ضحى بنفسه عشان البشريه، لكن انتوا تجربتكم مختلفه خالص. يا لهوي، هو بيقول ايه ده؟ افرض الاعصاب ده يا راجل. بقول لك هو ضحى بنفسه وكان تجربه ثانيه خالص. انت احنا هناخد عينه منك ونديها لصاحبتك، هي شكت ابره بس مش هتموت وما تقلقوش. يا باشا معلش، يعني ممكن تفهمني بالراحه شويه؟ اصل هي على مؤاخذه مخ على كده شويه، ما كنتش عايزه حد يعرف يا ساره. محدش يسمع. ماشي تمام هفهمك. بصي الجسم دوت عامل زي المملكه كده بالظبط، تمام؟ والجهاز المناعي ده عامل زي الجنود، فاحنا عايزين نمرن الجنود اللي جوه. نديلهم ايه؟ الفيروس القوي؟ لا هيموتهم، فنديلهم الفيروس الضعيف اخوه اللي هو جدر البقر، تمام؟ الخلايا المناعيه جوه عامله زي الكور، تمام؟ فاول ما هيدخل هيلاقي كوره اسمها ماكروفيتش، دي تاكل اي حاجه ضعيفه بقى، بكتيريا، فيروس ضعيف. فهي لما هتاكله مش هتاكله كده وخلاص، هتاكله وتمثل بجثته. وبعيد عنك يعني يا خليه رغايه، ها؟ بعيد عنك. قصدك حاجه؟ لا ما اقصدش. تمام هتسكت؟ لا هتروح لباقي الخلايا المناعيه، انا قتلت ده، انا قتلت ده، انا قتلت ده، لغايه ما توصل للكبير بتاعهم اللي هي البي سيل. البي سيل تسكت؟ لا تروح تجيب خلايا مناعيه صغننين كده اسمهم الاجسام المضاده، تقول لهم يا ولد، توري لهم الجثه تقول لهم يا ولد احنا معانا طار. اي حد من عيله الفيروسات دي، اخوه، والد عمه، اي حد، لما لو جه